مساء الخير يا حبيبي. هي دي ساعة وجاية؟ طب أعمل إيه بس؟ كان عندي شغل كتير قوي ومخلصتش على طول. مال موبايلك؟ وقع مني. هبقى أوديه التوكيل ولا أجيب واحد غيره؟ لا استنى هقوم أجيب لك موبايل قديم شغال كويس. ياسمين استنى. أنا مش عاجبني اللي حاصل ده. يا حبيبي بليز أقف جنبي اليومين دول، أرستق نفسي بس. ده أنا ما بقاليش 48 ساعة ماسكة البوزيشن ده. بس ما ينفعش اكون بكلمك في التليفون وتقفلي في وشي عشان خاطر الزفت ده بينادي عليكي. الزفت ده بيديني مرتب 70,000 جنيه في الشهر وهيجيب لي عربيه من الشركه. فاهم كل اللي انت بتقوليه ده، بس ممكن برضه يضيع منك جوزك. هو حصل ايه عشان كل ده يا ادم؟ يا حبيبي انا ممكن اسيب الدنيا كلها علشانك، بس انت كمان مش المفروض تبقى اناني، المفروض تقف جنبي وتساعدني. وبصراحه ما حصلش حاجه اصلا. ما انا مش هستنى لحد لما يحصل حاجه. واضح قوي ان البوزيشن الجديد ده هيغير حياتنا تماما. ده انا ببقى طول اليوم مش عارف اسمع صوتك. واضح كمان ان فكره ان احنا نتغدى ولا نتعشى سوا دي هتبقى من التراث. ادم الموضوع ده حصل امبارح والنهارده بس. انت متخيل انت بتتكلم في ايه؟ ومش هيحصل بكره؟ ولا بعد بكره؟ ما تردي. معرفش حسب ظروف الشغل. استنى 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 يا حبيبي استنى بس. أنا عايزة أقول لك حاجة واحدة بس، أنت أغلى حاجة في حياتي، علاقتي بيك أهم من ملايين الدنيا كلها، بس أرجوك خلينا أخد التجربة، وأنا واثقة إن شاء الله إني هعرف أستسلم تاني، بس أرجوك ما تزعلش مني، أول مرة أشوفك عامل كده، خلاص بقى. أنا آسف يا ياسمين، مش قصدي أضغط عليكي، بس أنا كمان مش متعود على كده. ما عشتكش ولا إيه؟ وحشتيني قوي. ليش كده بتكسر؟ صدقني انك كنت وحشاني بجد. اول مره احس انك كنت بعيده كده، مع ان الحكايه كلها امبارح والنهارده بس. هو انا اوفر ولا ايه؟ لا يا حبيبي انت مش اوفر، انت بتحب، وانا برضو زيك على فكره، بس هنعمل ايه غصب عننا. ياسمين انا مش بحبك عادي، انا مش عارف قد ايه انا بحبك من كتر ما انا بحبك. يا لهوي على الكوميدي. طب تعالى بقى. هو في حاجة أنت عايزة تقوليها؟ بصراحة بس يبقى عن السفر. عرفت منين؟ يا مسطولة، أنت مش حاجزة في الجونة عشان خاطر عيد ميلادي. لا يا حبيبي على العموم كل سنة وأنت طيب أهو، دي مرة تانية كده. بس الموضوع ما يخصش سفرية الجونة. أمال إيه؟ أنا مش عارفة أقولها لك إزاي عشان مش عارفة هتستقبلها إزاي. هي مين دي اللي هستقبلها إزاي؟ لا انت خضتيني. هو انت حامل ولا ايه؟ ايه؟ لا اللي انت بتقوله ده يا حبيبي. لا طبعا مش حامل. امال ايه بقى؟ من الاخر كده انا مضطره اسافر بعد بكره اسطنبول مع فلوس. نعم. في شغل مهم قوي ودي لازم يعمله وانا لازم اكون موجوده معاه. ايه العبط ده؟ احنا لحقنا؟ يا حبيبي عبط ايه ولحقنا ايه؟ ده شغل في ديل مهم لازم يحصل هناك وانا لازم ابقى موجوده، هو انا بقول لك رايحه اتفسح؟ وما قلتيش الكلام ده ليه من اول ما جيتي؟ ما يا حبيبي انت كنت ساير جدا ومتعصب فقلت اصالحك الحب. صالحيني وبعد كده تنكدي عليا صح؟ انت ليه بتكلمني كده يا ادم؟ هو في ايه؟ انا بقول لك رايحه اشتغل مش رايحه اتفسح مع صحابي. ايه اللي جرى لك؟ ايه القرف ده؟ سافري يا ياسمين سافري. حظي. نعم. أنا كنت فاكرة إنك هتقدر موقفي أكتر من كده. يمكن الحاجة الوحيدة اللي مخلياني أقدر زعلك ده إن ميعاد السفرية جاي ميعاد ميلادك. بس أوعدك يا حبيبي، والله لما أرجع من السفر هعملك أحلى عيد ميلاد. ماشي. بس والنبي ما تنسيش بقى فقرة السحر، أصلي بحبها أوي.
ويا ريت تبقي تلبسي كلهم غامق ولا بنطلون. بس دي اخر امتى؟ تسلم يا قدوم. بس والنبي وصي عليا بكنام شويه، القرشين دول اللي طلعت بيهم من شركه ارو، وده ديل انا تعبت فيه جدا. قول لي صحيح، انت تعاملت مع شركه ارو، تعرف انك مين؟ انا ما بتعاملش غير مع الراس الكبير فارس الايوبي ومديره مكتبه. وايه نظامه فارس الايوبي ده؟ فارس ده دماغ جامده بنت اللذين، جاحد جدا. وسمعته عامله ازاي؟ هو راجل نظيف جدا على مستوى الشغل، والسوق كله بيقدره وبيحترمه. انما على المستوى الشخصي حد حرمجي درجه اولى. لا والله. يا عم ده كان مصاحب مديره مكتبه، مع انها كانت ست متجوزه، كانت اسمها صحر، كانت مزه السنين يا ابني، كان مظبطها وكان مديها مرتب معدي ب 100,000 جنيه، عشان كده كانت عايشه ومقضياها. بس مش ضروري يعني الكلام ده يبقى صح. مش صح ايه؟ بقول لك كانت بتسافر معاها طول السنه رايحه جايه، وطول النهار قاعده عنده في مكتبه. ثم كمان كان في ناس بتشوفها بعض الاوقات خارجه من مكتبه، شكلها مش اللي هو يعني. لا يا راجل، امال جوزها فين يعني؟ جوزها مين يا عم؟ جوزها ده فله، يا اما مطنش يا اما مش دريان باي حاجه. انت مالك؟ شكلك مش عاجبني. اخبارك ايه في الجواز؟ لا الحمد لله تمام، بس مرهق بس شويه اليومين دول، يعني انت عارف كل يوم الواحد بيصحى الساعه 7 الصبح. ربنا يعينك. انت ما دام عندك بتشتغل؟ كانت بتشتغل. حاضر، هتصل بيه وحاولوا يأجل وقت يومين وراك عمرك. بالظبط. ايه ده؟ ده ادم متصل بيها 100 مرة. يوه. ادم خضتني. انت ايه اللي جابك هنا؟ كلمتك كذا مرة ما بترديش. ما انا كنت هتصل بيك وزي ما انت شايف اهو. بعدين انا كنت جوه وانت عارف بسيب دايما الموبايل بره. ف انا بجد مش مصدق انت ايه اللي جرى لك يا ادم. ياسمين. استاذ فارس، اقدم لك ادم المصري جوزي. اهلا 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 وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك. احنا اتقابلنا قبل كده. اتقابلنا من سنتين وزياده. طب تعالى تعالى اتفضل اتفضل. لا لا انا كنت بس معدي من جنب الشركه، فقلت اطلع ابارك المدام على المكتب الجديد، خصوصا ان انا مش عارف اوصل لها على الموبايل. شور، اصل الحقيقه انا ضد الموبايل اثناء الشغل. يعني تقدر تعتبر ياسمين مثلا بتشتغل مذيعه، لو مذيعه وعلى الهواء اكيد مش هتقدر ترد. بس اتليست يعني هعرف افتح التلفزيون واطمن عليها. خلاص اعتبرها جراحه وبتعمل عمليه. سوري، ده السيستم بتاعي، يعني كل وظيفه وليها ظروفها. ارجو ان انت ما تبقاش متضايق. لا لا ابدا، من حقك طبعا انك تفرض السيستم بتاعك على مديره مكتبك، زي ما انا من حقي ان انا افرض السيستم اللي يناسبني على مراتي. لا لا لا، ده انت فعلا متضايق. تعالى بس تعالى، عن اذنك يا ياسمين. ياسمين اطلب لنا حاجه. انت قادره طبعا، جوزك بيحب ايه؟ اتفضل. شوف يا ادم، تسمح لي اقول لك يا ادم؟ طبعا. انا عارف ان الوضع الجديد لمدام ياسمين سبب لك قلق، وان شغل الشركه واخدها منك زياده عن المعتاد، بس اتاكد ده في مصلحه ياسمين والاحسن لمستقبلها. She's making good money now. على فكره احنا مش محتاجين كل خليني اكمل. انا مبسوط جدا من ياسمين. She's perfect. عشان كده يهمني انها تكمل معايا، وبالتالي يهمني سعادتها. أنا عارف إن جزء من سعادتها إنك تكون راضي ومبسوط، وتأكد إن ده هيحصل. وعلى قد ما هي مشغولة دلوقتي، على قد ما هيبقى في أوقات تانية متفرغة لك تماما. بس يا ريت ساعتها تبقى فاضي. بس اسمح لي، يعني أنت ابتديت تتذمر بدري قوي. ده يا دوبك تالت يوم لياسمين في المكتب. مستر فارس، أنا سعيد جدا بمقابلة حضرتك. أما بقى مسألة ياسمين دي، فدي مسألة شخصية. تقال إن أنا قادر إن أنا أقيمها كويس وأخد فيها القرار المناسب. أنا آسف إني عطلتك. لا لا، مفيش حاجة. أنست وشرفت. بعد إذنك. اتفضل اتفضل.